لكن في الاخر اسم كبير في الكوره، كل احترام كابتن محمد عبد الجليل. ربنا يخليك يا حبيبي. لا هو الشوط الاول اللي حلو كويس، يعني الولاد نفذوا الشوط الاول زي ما قلنا بالظبط. الشوط الثاني وده ثاني ماتش على التوالي، يقعوا بدنيا يقعوا ذهنيا، مش حاسس ان رجليهم شايلاهم، وطبعا الاخطاء الساذجه اللي بتقع فيها اللعيبه. وما ينفعش، وانا منبه، ما ينفعش تخطأ قدام النادي الاهلي على 18، ما ينفعش تعمل 100 باص على 18 فعلا. الاهلي ياخدها ويجي منها الجون الثاني، يعني طالما جاب الجون الثاني ما بيحصل استبطال اللعيبه، و يقدر الاهلي يشتغل، والاهلي فايق وفي احسن حالاته دلوقتي. لكن مش ده مصر المقاصه خالص، ولا دي روح مصر المقاصه، ولا ده شكل مصر المقاصه خالص. يمكن الشوط الاول واللعيبه فايقه وقادره تقف على رجليها اشتغل، الشوط الثاني وده ثاني ماتش يقعوا بطريقه غريبه، لان انا بلعب لعب مفتوح، ما مش بدافع واقف على 18. ده صحيح. ايوه صح، فانا عايز لعيب واقف على حيله يقدر يديني 90 دقيقه، لان انا بلعب كره هجوميه، مش عايز اقف ورا وخلاص. انت لعبت ضغط عالي يا كابتن من اول دقيقه، وده كان واضح جدا، وضغطت على الاهلي وهددت ضرب الجزاء وهددت، وفي فرص يعني كانت فرصك قبل فرص النادي الاهلي الحقيقه. يعني ما هي الكوره كده يا كابتن، انت لو ما نزلتش واديت الاداء الهجومي ده ولعبت كوره يبقى انت مالكش يعني شكل تقعد في الدوري ولا تلعب في الدوري ولا يبقى لك شكل لو ما لعبتش كده. أول ربع ساعة بصراحة نموذج يا كابتن عبد الجليل، في فرق إمكانيات يا كابتن، معلش القماشة غير هنا، القماشة غير القماشة هنا، يعني كتر الله في عونك. أنا قلت برضه في فروق إمكانيات، فروق واضحة برضه، لعيبة النادي الأهلي لعيبة برضه خبرات كبيرة قوي يعني. طبعًا في لحظة قفشة لف وحطها إزاي في الجون، ده لعيب خبرة، لعيب كبير، لعيب تقيل، فاهمني؟ طبعًا الغلطة من شاموش، طبعا لعيب كبير ما ينفعش يتقطع منه في الحته دي. وبرده في الجون الثاني اتقطعت من سعيد بطريقه برده ساذجه جدا، وحصلت كتير في دجله. ما اعرفش الحاجات دي كلها هنقف عليها الشهر وكم يوم دول اللي فيهم التوقف. وانا بقول يعني اللي هيكمل معايا وهيقدر يدي وينفذ من اول دقيقه لاخر دقيقه هو اللي هيكمل معايا. اللي ما هيلعب شوط ويريح لي شوط ويلعب بدماغه والكلام ده كله انا ما بحبوش، ما ينفعنيش يعني، انا مش بتاع الشوط الواحد يعني. معلش يا كابتن احنا بس انا عارف انك ممكن تبقاش حابب تتكلم في الموضوع ده، ولكن الناس اثارت موضوع فعلا يضايق. انت لو شفت المقدمه بتاعتنا كنت يعني بننتقد الناس اللي بتفهمش في الكوره وتنتقد تاريخ حضرتك طيب. وتقول كلام يا طيب بلاش خيابه راجل طيب، اللي يتكلم يتكلم واللي يأدي. انت شفت اللعيبه بتاعت مصر المقاصه رجاله من الشوط الاول، وعلى قد امكانياتهم البدنيه والذهنيه الشوط الثاني انت بتلاقي الفرقه اللي بيطلع وينزل اثنين تانيين، يعني خرج فلان شريف وينزل صلاح محمد، خرج مش عارف مين في نص الملعب حمدي نزل ديانج، ما دي لعيبه قليله. فانت بتلاقي حوالي 15 16 واحد تحس ان هو منتخب افريقيا، فرقه يعني ما ولكن انت بتقدر تشتغل على قد ما تقدر. انا ما توقعتش ان فريق مصر المقاصة واقع كده بدنيا قوي كده وذهنيا وفكريا. الشوط الاول قده بامتياز، الشوط الثاني ودجله كمان، الشوط الثاني برضه ده هو ده المشكله، مشكله اللعيب المصري ده مش واقف على حاله مش هيأدي اللي في دماغه. انما ما تشغلش بالك باللي بيتكلموا باللي بيقولوا كلام خايب، انا بيقولوا كده كلام خايب، كلام ما تسمعلوش. شفت على الخط الواحد شكله عامل ازاي يا كابتن؟ الناس العظام اللي بتقول كلام حضرتك، على فكره انا ضد ان التصريح خانه. الكابتن حلمي طولان من اكتر من 10 سنين قال نفس الكلام، كان الاهلي كابتن طه بصري قال الكلام ده بالظبط. ده الناس المحترمه اللي فاهمه كوره قوي اللي بتقول الكلام ده. كابتن اللي بيحترم بيحترم نفسه مظبوط، كل واحد عارف قيمته، كل واحد عارف ايه اللي بيعمله، معروف تاريخه كويس. كل واحد عارف تاريخه ايه اللي انا ما شفتش في مصر حد بيفوز لحد الصراحه، هو كلامه خلاص اي كلام بيتقال وخلاص. مين بيفوت لمين ومين بيسيب لمين ازاي يعني؟ يعني انا هو النادي الاهلي مستني حد يفوت له يا جماعه باللعيبه دي بالاداء ده بالشكل ده؟ في حد يعني ما اعرفش ولا يسيب لي ده ولا يسيب لي ده ولا ما فيش الكلام ده يا كابتن. هي امكانيات طبعا، قماشه فروق فرديه اللعيبه، لعيبه طموحها عندها ان هي افريقيا كمان 5 سنين، ولاعيبه قاعده في وسط الجدول وخلاص. انت بقى انا بقالي اسبوع او 8 ايام ماسك الفرقه عمال احفز نفسي
يعني عمال بقول لك شغال يعني. شغلك هيبان يا كابتن ان شاء الله في الماتشات الجايه الفتره الجايه، لان اللي هيكمل معايا ويلعب ويؤدي اللي في دماغي انا هو اللي هيكمل، اللي مش هيؤدي ويلعب بدماغه انا مش بلعب في مركز الشباب ولا ولا ولا. انا اتكلمت مع اللعيبه في اجازه 5 ايام يعيدوا حساباتهم مع نفسهم وهيرجعوا. هشتغل بطريقه معينه، اللي هيشتغل معايا فيها يا مرحب، اللي مش هيشتغل اتكلم عليه باحترام واقول له اقعد في البيت طبعا. حقك هيجي لك وكل فلوسك هتجي لك. انا ما الفتره الجايه لا ما مش هينفع. المقصه فريق كبير وحضرتك فريق كبير وكان ليك فضل على المقصه من كام، انت اللي حضرتك اللي مصعدهم انا افتكر اصلا يعني الحمد لله وعشره كبيره مع المقصه، ونتمنى ليك التوفيق ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله، ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله يرجع منصور من كاس افريقيا باذن الله. ودي كوره طبعا، لا تنزلت دي كوره، بس انا عشان انا مش متعود على معلش انا متربي في النادي الاهلي ورحت الزمالك سريع فريق بطولات، ما ينفعش اتغلب، واتغلب 4 دي تقيله قوي. نستغل وجودك معانا يا كابتن ونسالك على الماتش الجاي بقى الاهلي مع كازر تشيفزي، حضرتك شايفه ازاي؟ لا لا بالحاله البدنيه اللي انا شفتها النادي الاهلي والحاله الذهنيه والتحرك من غير كوره، لا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله هيكسبوا، هيكسبوا بنتيجه كويسه وهيرجعوا منصورين، لان حالتهم البدنيه دلوقتي واصله بسم الله ما شاء الله للتوب يعني انت فاهمني؟ الراجل بيعمل روتيشن كويس في الملعب واللعيبه بتاعتهم فايقه، اتمنى لهم النجاح ان شاء الله. ودي حال الكوره وفور هارد لك لنادي مصر المقاصه، وانا قلت للعيبه ما ينفعش بعد الماتش ما ينفعش مصر المقاصه تتغلب 4 في اي حال من الاحوال. ان شاء الله نشوف الكره الحلوه اللي انت كنت بتلعبها طول عمرك كلاعب، وان شاء الله نشوفك كمدرب في الحلقات في الماتشات الجايه. وبنشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل على وجودك معانا. كابتن شكرا يا حبيبي، شكرا لحضرتك، شكرا يا كابتن.